نتلو تقرير جمعية النزاهة الوطنية لانتخابات مجلس الأمة 22. أجريت انتخابات مجلس الأمة لعام 2022 بتاريخ 29 سبتمبر بمهنية عالية من النزاهة والشفافية من خلال إشراف الجهاز القضائي وبتنظيم من وزارة الداخلية وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وتمت إدارتها بشكل جيد في ظل إقبال كبير من الناخبين بعد صدور مرسومي ضرورة. الأول يقضي باعتماد الموطن المسجل للبطاقة المدنية، وذلك للحد من جريمة نقل الأصوات والتلاعب في سجل الناخبين. والمرسوم الآخر يقضي بإضافة 19 منطقة جديدة إلى الدوائر الانتخابية. وبدعوة كريمة من مجلس الوزراء لجمعية النزاهة الوطنية للاطلاع على الانتخابات النيابية، قامت الجمعية بمتابعة مسار العملية الانتخابية منذ صدور مرسوم الدعوة للانتخابات إلى إجراء الترشيح والحملة الانتخابية للمرشحين، كما أن فرق جمعية النزاهة الوطنية انتشرت في جميع الدوائر الانتخابية، وتمت زيارة عدد من اللجان الانتخابية والاطلاع على تفاصيل عملية الاقتراع، كما حضرت الفرق عمليات فتح الصناديق وبدء الفرز ووضع جداول النتائج التي تمت جميعها في شفافية عالية جدا. كما أبدأ إخواننا في الجهاز القضائي ووكلاء النيابة وكوادر وزارة الداخلية مشكورين قدرا كبيرا من التعامل الجيد مع فريق الجمعية.